حرصي على الخير دلالة خير. الله سبحانه وتعالى لما ذكرنا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فوصية لنفس المقصرة ولنفوسكم الكريمة إخواني أخواتي بأن لا يتفلت منا ولا يخرج منا هذا الشهر إلا ونحن قد سبقناه بماذا؟ بالطاعات، بالصالحات، بالقربات عند رب الأرض والسماوات. والله السعيد من وفقه الله سبحانه وتعالى أن يكون في شهر رمضان. فإذا أتانا شهر رمضان ونحن في صحة وفي خير وفي أمن وأمان، هذا أمر جميل جدا أيها الأحباب الكرام. فأوصيكم الله في أن هذه الأيام نجعلها فيما يقربنا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، لنترك الكثير من أمور الدنيا، من جلسة مع الأصدقاء نهنئهم في أول يوم، لكن بعد ذلك نكون في الطاعات، زيارة الأهل والأقارب في أول يوم، بعد ذلك نحرص على الطاعات. لماذا هذه الدورات الرياضية والتمثيليات؟ إخواني أخواتي، السعيد من نظر إلى نفسه واستوصى بها خيرا. فأوصي نفسي المقصرة الضعيفة وأوصيكم أيها الأحباب الكرام وأنتم من أهل الخير والسعادة أن تحافظوا على هذه اللحظات، على هذه الساعات، على هذه الدقائق بما يقربكم إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فالله أسأل أن يعيننا ويوفقنا ويسدد الخطى إلى ما يجعله خير لنا في الدنيا والآخرة، وجزاكم الله.